زي ما بدانا الحلقه لا كنا ما انا هبدا الايجابيه لا لا آه. عشان معايا تليفون بس ما انا هروح بقى للايجابيات. احنا كنا بنتكلم في اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي وقانون النادي الاهلي ويوم تاريخي 28/9/2018. عشان كده معايا على الهاتف الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الكابتن عادل تعيمه. تحياتي كابتن عادل تعيمه وتحياتي لصديقي ايهاب الخطيب. اشكرك يا استاذ محمد. لكن يوم كان مشهود بشكل كبير جدا، يوم كان فيه تلاحم من مجلس الاداره زي ما قال كابتن عادل اللي هم في الاصل اعضاء جمعيه عموميه، ما كناش عارفين في اليوم ده مين عضو مجلس الاداره من مين عضو الجمعيه العموميه. الكل بيشارك والكل واقف بيساعد والكل عايز يطلع اليوم بالشكل الجميل اللي ظهر بيه حتى يخرج دستور النادي الاهلي لنور ومكانه يجب او يليق بالنادي الاهلي ان تطبق عليه اللائحه الاستشاريه. مبروك لحضرتك ولكل مجلس الاداره والجمعيه العموميه. الله يبارك فيك. بنبارك طبعا اعضاء الجمعيه العموميه. زي ما حضرتك بتقول كده اليوم كان احتفاليه، كانت الناس فيها مبسوطه، كل واحد مشارك في الموضوع بيتحرك بقلب. مدركين الجمعيه العموميه مدركه اليوم ده يوم تاريخي، فكله كان بيتحرك بقلب. والنادي الاهلي عمره ما راهن على اعضاء الجمعيه العموميه او جمهوره، يعني فكان يوم للتاريخ. أكيد أستاذ محمد طبعا في التوقيت ده وناس راهنت وناس قالت كتير إزاي وهيجي العدد ده على يوم واحد ولسه الناس داخلة مدارس وخلاص الناس واثقة في المجلس فما عندهمش استعداد ينزلوا دلوقتي، طب المجلس يعني متسرع على إيه، طب عايز يعمل لائحة دلوقتي إيه. لكن دايما رهنتكم مجلس إدارة النادي الأهلي على عضو الجمعية العمومية في الأهلي دايما كسبان وأرقام كبيرة جدا اتحققت وحقق النادي الأهلي المراد والمطلوب. زي ما حضرتك بتقول يعني مجلس الاداره كان واخد وعد على نفسه ان هو يقدم اللائحه في السنه الاولى، وكان عندنا جمعيه عموميه العاديه المفروض ان هي الشهر اللي جاي، فكان كنا حابين ان احنا نعملها مش على اللائحه الاستشاريه لا على لائحه النادي الاهلي. زي ما حضرتك بتقول دخلت مدارس، اليوم كان حر ومع ذلك الناس نزلت، التواجد والعدد كان كويس جدا، يعني الحمد لله كان يوم كويس جدا. الحمد لله يوم كويس جدا، وقبلها كان في يوم برضو كويس جدا في وجود حضرتك مع فريق الكوره كاصغر رئيس بعثه. طبعا مش عايز اقول بقى وش حلو طبعا اشدت فيك مجروحه وانت موجود، وبعد ما النتيجه هنا يعني اتوصفت بالسلبيه والاداء الى رباعيه واداء مميز جدا رغم الضغوط واللي حصل امام فندق الاقامه بالليل والمنافس على ارضه ووسط جمهوره عنده الرغبه انه يحقق لكن الاهلي بيفوز برباعيه. يعني طب الحمد لله طبعا على بيروت، وطبعا يعني انا شرفت برئاسه البعثه، ويعني الاهلي ما بيقفش عند الاحداث اللي تم. طبعا الاحداث يعني ان احنا تواصلنا مع السفاره وتواصلنا مع رئيس نادي النجمه، والحمد لله يعني كان في تكشيف امني بعدها، واحنا يعني ما بنقفش يعني النادي الاهلي اي بطوله يعني بيشارك فيها عينه على البطوله. يعني طبعا دايما الاهلي عينه على البطوله. مش عايز اطول عليك، اخيرا رسالتك لجماهير النادي الاهلي قبل المباراه الهامه امام وفاق سطيف. يعني احنا طبعا وجود الجمهور دايما داعم، وجود الجمهور دايما بيدعم للعيبه في ارض الملعب. اللعيبه يعني دايما اللعيبه في كلامهم يقول لك لعبنا بدون جمهور غير لعبنا بجمهور. طبعا النهارده ان احنا عايزين نلتزم بتشجيع فريقنا، احنا مش عايزين نخش في اي يعني حاجات جانبيه، احنا عايزين نركز مع فريقنا لان احنا يعني حابين ان الجمهور يبقى متواجد. ان شاء الله ربنا يكرم النادي الاهلي يكون موجود في النهائي، مش عايزين يعني يحصل اي حاجه، احنا عايزين الجمهور يبقى احرص كمان مننا ان هو يبقى متواجد في النهائي، مش عايزين اي عقوبات او اي حاجه. فاحنا يعني انا بناشد الجمهور ان هو يلتزم، ان احنا مش عايزين نخش في اي حاجه او اي حاجه جانبيه، احنا عايزين نركز مع فريقنا فقط. رسالة مهمة جدا. شكرا استاذ محمد الجرحي طبعا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي، ورسالتك وصلت للجماهير. شكرا لحضرتك وشكرا طبعا لكل اعضاء المجلس اللي كان ليهم دور في الفترة اللي فاتت. لو ليك تعقيب على مداخلة الاستاذ